وليه؟ سياح؟ وأنا كمان ناوي لي على الأذى، بس المطلوب هلا سياح. معناته ما في حدا غيري يروح لعنده وغيره. انتي؟ ايه انا. انتي جنيتي؟ ايه جنيت. بدك يا تمشوكي معه؟ لك شو هيك شو؟ لك هدول مثل مساوية بالجبل ما قدروا علي لحتى يقدروا علي هونك، انا حسيبة؟ لا يا حسيبة، لا. بموت وما بترك سياح، والله لو على دمي، مشان الله يا ابو عمر لا تقلها. ابو عمر؟ مشان الله على شو خايف علي؟ هو مشوار روح ارجع وما بتاخر عن منك، بعدين مين رح يشك فيني ولا مين رح يعرفني؟ لابسه ملايه وحبله، خليني اروح ابو عمر. طيب طيب بس لا تطولي. لا ما بطول. خبري ورجعي بسرعه، انا رايح على الدكان لالهيون، اذا كان مثل ما قالوا لا طيل لي. الله معك، مع السلامه. حاضر. شو حسوب؟ لا يهمي، لا تحمليها كتير. يسلم ايديك سياح. اسمعني مني، في دوريه جايت لك، انت لازم تهرب وتترك البستان. هروب لك سياح، ان شاء الله بترجع على بيت خالي وبتبيع، المهم تترك البستان. هلا انا بحسب حساب لهيك برغاش، بس لو معي باروده فرد. سياح في باروده تصيده؟ شو؟ دكه واحده. سياح هاي البارودة. يا عيني عليكي. وهي الخرطوش، بكرة بجيب لك كمان. هلأ خليني امشي قبل ما تعطي من عين. مع السلامة. سياح شو وصيتك؟ دير بالك على حالك. لا تخافي روحي. خاطرك. مع السلامة. الله حيو ابو محمد سعيد. شلون؟ سلاطين. الله وكيلك سلاطين. يا الله دخيلك على هالنعم. الله ينجيك يا سياح، الله ينجيك ووقف معك يا رب. حبيبتي لا تقلقي، غادي ارتاح. ايش هو مجنون لا يقعد يستناهم؟ اكيد رح يتصرف. ان شاء الله. ارتاحي ارتاحي يا رب. الله يوقف معك يا سياح. لا حول ولا قوة الا بالله. تسلم ايدك. شو خالدي ما عم تمرق لعندي؟ لا والله صار لك كم يوم ما مرقت. زعلاني منك شي؟ ليش لتزعل مني بقى؟ لك يا حبيبتي الله يرضى عليك يرتاحي ولو يعني ربما زعلاني من شان سعدية. شان سعدية؟ ليش سعدية أغلى مني؟ يا سيدي إذا كانت سعدية أغلى مني أنا اللي لازم أزعل. طيب 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 رح قوم اندهلا لتشرب معنا قهوة. الله معك، مع السلامة. يسر. كيف تركت سياح لحاله؟ كيف تركتك يا سياح؟ شلون ما لقيتها؟ ما في حدا،
دقيت الباب 10 مرات ما حدا رد. أكيد مثل العادة طلعت تدور على رسمة جديدة مشان التطريز. خير إن شاء الله. أنا ماشي. إذا أجت خالدية خليها تقعد على الغداء، بدي أشوفها. في شيء؟ طبعاً. يعني تخفف لي من هالمشاوير كل يوم، الناس بدها تصير تحكي علينا. فشلوا الناس بنص عيونه. لك هي خالدية خانوا بست الستات، شو بنا؟ ما فشل حدا يجيب معدلها بكلمة. لك يا ستي الباب اللي بيجيك منه الريح ست وستري. خلص خلص طول بالك، إذا أجت بقلها تكرم عينك. طيب، بعدين لا تقلقي مشان صياح، مثل ما قلنا، طالما هو عرفان ما راح يقعد يستنى. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. معلم شبك؟ مو انت قلت انه بدك تستنى؟ شبك احكي، شايفك خايف؟ لا ماني خايف. ما قلت بدك تستنى الحاج حمدان مشان تمسكوا اثنيناتهم سوا؟ ما شفته لحمدان كيف كان لزقان بالدكان؟ قلت لحالي بكسب الوقت وبيجي بقبض على صياح قبل ما يفلت من ايدنا. امشوا امشوا. انت ما بدك صيف. كشفنا لك حمدي. شو بدنا نساوي؟ هذا مو هون، اللي دلع المكان غشنا. امشي لك حمدي، امشي امشو. لكتو انا دق الباب على خالديه، ما في حدا. غريب، وين بدك رايح؟ والله ما بعرف، خايف يكون صار لنا شيء. لا لا سمح الله، تكون راحت عند الجيران. هذا اكيد كان هنيك. شو عرفك معلم؟ شو عرفني ما؟ وهذا الكمين اللي كان ناصب لنا اياه؟ حبال وتنك فاضي، شو معناته؟ معناته يا اما كان بيعرف انه نحن جايين، يا اما اخذ احتياطاته سلف. عم عذبك معي بنتي حلوة. بس لو تغير هالقرن اللي قاعد فيها راح يضلوا يلاحقوني وين ما رحت. خليني هون واللي بصير من الله منيح. صياح خليني ضل جنبك، خلينا انا وياك نتعاون عليهم. أنا مستعدة أرجع على بيت خالي جيب لك السلاح اللي تركناه هنيك. شو قلت؟ لك بنتي نحن مو بالجبل، صار عندك بيت، صار عندك جوز، شو في بطنك؟ صياح اسمع مني ولا تخاف علي، ولك أنا حسيبة حسيبة. لك يا بنتي إذا بتضلي معي بتزيدي علي الحمل، رجعي على البيت. بدك شي؟ مرقي لي لعند ابو علي وقولي له يجي لهون. ابو علي؟ وينه؟ واقف على عينك انت وياه. لك اكيد بدي صلحة، ما في تدبير. رح اجرب، لانه هي شغله ما لها اخره. يلا خلينا نشوفه.
اشتوي بك؟ وفديناه بكبش سمين، شو قلت؟ لا وفوقها 100 ليرة كمان. لا شو المطلوب؟ اسحبه من شواربه وحطه بالحبس. عطاه 100 ليرة وفوقها ذبيحة وما رضي. بتقولي للحج حمدان يزبله دواء عندي. شو رح تساوي؟ كل شي بوقته حلو. وشك لعند ابو عمر ومثل ما قلت لك يزبله فرنك واحد لا يعطيه، واذا سلم عليه لا يرد عليه السلام، وخليه يطبخ احمد ما عنده. كله على نار هلا عم يستنوا انت بدي اضرب ضربتي. مشان هيك شو؟ مشان هيك رح اتركهم يرتخوا وينسوا القصة كلها. وساعتها شو؟ ساعتها رح اضرب ضربتي.